السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها مزيانه. كما كتشوفوا اليوم طبق اليوم هو تقليه اولا الدواره اولا الكرشه. كما كتشوفوا طبق زوين ولذيذ. ندوز المقادير وطريقه التحضير. هنايا هي عندي الكرشه مغسوله، غسلتها الكرشه، درت لها الماء طايب وقشرتها. بالنسبه للريه درت لها الماء، عمرتها بالماء مزيان وخويتها من داك الدم اللي فيها. والمصارن غسلتهم وقطعتهم وضفرتهم، يعني ما قلبتهمش، انا قطعتهم سميتو وغسلتهم مزيان. دابا هنا راه درت لهم الملحه مزيان مغسولين ودرت لهم الملحه. كما كتشوفوا درت لهم الملحه مزيان وخليتهم واحد شويه تطلقوا الماء ديالهم، وليت شللتهم وقطعتهم قطع صغيره وخليتهم قطروا مزيان. كما كتشوفوا قطعتهم كلهم قطع صغيره. دابا غادي ندوزو للتحضير. غادي نديرهم في واحد الطنجره، راهما قاطرين من الماء. بالنسبه للعطريه غادي ندوزو نشوفوا العطريه اللي غادي نديرو. كما كتشوفوا هما المصارين راهما نقيين، يعني حتى داك الملحه زادت نقاتهم مزيان. بالنسبه عندنا واحد البصله مشلضه صغيره، جوج دروس ديال الثومه، القزبر، هذا القزبر غنخليه حتى الاخير ما غاديش نديره دابا في الاول. وبالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، يعني الكركم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا اولا الفلفله حمراء، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، واحد شويه ديال القزبر، يعني نص معلقه صغيره. يعني العطريه ما كثرتش، درت غير شويه حيت انا عندي لا كونتيتي غير شويه ديال الدواره. كندير هاد العطريه والزيت البلديه، حتى هي طبيعه الحال انا كنصب الزيت البلديه تقريبا واحد نص كاس، ما كاملش نص كاس. كنديروا هذيك البصله، البصله تكون مشلضه صغيره رقيقه، والثومه كذلك غير بصله صغيره ما تكونش كبيره. كنزيدوا عليها العطريه بالنسبه للكمون والتحميره ما تكتروش فيها في الاول، خليو حتى الاخير ونزيدوه. يعني درت غير بالقياس باش نصب. صافي نزيد شويه الزيت البلديه وغادي نحرك كل شيء وغادي نديرها على النار تقلى. كما شفتوا غادي نحركها مزيان تدخل فيها داك العطريه. القزبر كما قلت غادي نخليه هو الاخير. غادي نديرها على البوطه على النار وغادي نخليها تطلق الماء ديالها. ها هي كما كتشوفوا تقلات وطلقات داك الماء ديالها. المهم غادي نسد عليها، غادي نزيدها واحد الكاس د الماء وغادي نسد عليها ونخليها حتى تطيب ان شاء الله. وهنا بعد ما وجدت لنا التقليه ديالنا غادي نزيدو هذاك القزبر وشويه ديال التحميره وشويه ديال الخل. كما كتشوفوا هي طابت وتقلات، غادي نزيدو هذاك القزبر مقطع رقيق، نزيدو شويه ديال التحميره واحد معلقه صغيره،
واحد المعلقه صغيره ديال الخل، غير معلقه ولا نص معلقه كبيره، كنزيدو التحميره وصافي. وكنخلطوها كنخليوها غير واحد 5 دقائق من بعد وصافي، وكتكون واجده. وبالنسبة للطبق ديال اليوم، ما هو وجد تقلية كما كتشوفوها، جات خاطرة وزوينة بنينة. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.